شهري. الحقيقة أنا عايز أطمن الجمهور أن هناك احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية، ومن ضمنها السكر. عندنا احتياطي آمن حتى شهر أبريل القادم من 24. ما يحدث أن احنا زي ما ذكرت الاستهلاك بتاعنا 3.1 مليون طن، بننتج محليا 2.8-2.9 مليون طن سكر، سواء من قصب السكر أو من البنجر. طب يعني كده غالبية الإنتاج عندنا يعني؟ يعني احنا بنستورد من 300-400 ألف طن في السنة عشان يغطي الفجوة ما بين الاستهلاك وما بين الإنتاج. عندنا 8 شركات سكر بتنتج سواء قصب السكر أو البنجر، وبالتالي أنت ليس لديك مشكلة، إنما حصل تذبذبات سعرية في السكر عالميا. هنلاقي البورصة العالمية في السكر حصل فيها زيادة كبيرة. معظم أنت بتقترب من يعني نهاية الموسم، وبالتالي بتحاول أنك أنت تعزز من تواجد الدولة في السوق الحر. أنا ما عنديش مشكلة في السوق التمويني، أنت عارف هناك 64 مليون مستفيد من المقررات التموينية ومنها السكر، وبيباع الكيلو ب 12 جنيه و60 قرش في المقررات التموينية في المنافذ التموينية. أما فيما يتعلق بالمنافذ القطاع الخاص، بالفعل شاهدنا بعض التحركات السعرية في السكر المعبأ أو السكر السائل، يعني من 25 ل 35 صح كده؟ صحيح، يعني النهاردة سمعنا 34 في السوق، وفي ناس بتتحدث ب 35. بس أنا عايز أقول لحضرتك إن الحكومة لم تكن يعني صامتة، فتم طرح حصص من السكر في البورصة المصرية للسلع. كان هناك أكثر من 5 جلسات سواء للتجار أو لمصنعين السكر. تعرف حضرتك إحنا نوعين من الشركات، سواء شركات تجارية أو شركات صناعية اللي بتشتغل في الحلويات وفي المياه الغازية وما شابه. فقدرنا في كل جلسة إن إحنا نطرح ما يصل إلى 10,000 طن. كان آخر جلسة يوم الخميس الماضي تم طرح 10,000 طن، وتم بيع الطن ب 24,300. فمش ممكن إن يعني يقفز السعر من 24,300 للطن إلى الرقم اللي حضرتك بتقوله 34,000 و35,000 للطن للمستهلك النهائي. فطبعا الفكوة كبيرة. فبالتالي تدخل الدولة بأدوات اقتصادية هو تدخل حميد عشان أقدر أغطي الفجوة اللي ما هي ما بين السوق الحر وما بين السوق التموين. إنما أنا بقول لحضرتك خلال الفترة الجاية إن شاء الله هنشهد انخفاض في أسعار السكر بالنسبة للمستهلك النهائي.